ما تشكيت عند أحد ومو من طبعي يا مدام. عايل إيش معنات كلامها؟ عايشة، ممكن نتكلم بصراحة؟ تفضل. أنا طبعاً أشكرك لأن تشرتي علي أني أنقل كل اللي عندي باسمك. لولاك كان خذه راشد مثل ما خذ حلالكم. زين حافظ لي هالجميل. وبيك تكملين إحسانك وتسلميني كل شيء. شلون؟ أرجو السمعين للآخر. أنا حاس إني مكتف مقيد، أبي أشتري وأبيع، وكل ما أقول لك أعطيني أرض أو بيت تصددين. اللي عارفة إن عندك سيولة في البنك وما أنت راضي تقول لي كم، حتى أوراقك خاشة عند ما أدري منو. أنت حسبالك هالتصرف ما يحز بنفسي؟ بس ساكتة وبلع حرتي. السيولة كلها راحت على علاجي يا مدام، وبعد ما كفت، ولولا يحيى وهل الخير إن كان الله يعلم بالحال. الخلاصة أنا اللي مقصرة. عاشة، ممكن نوصل اتفاق تريحيني وتريحين نفسك؟ كلمني بلهجة سخيفة، هذا لو ما كنت محتاجة كنت وقفت عند حدي. ما أبي أضيع وقتك وأدافع عن يحيى وأقول إن عمره ما قال شيء سخيف. أنت وايد مختشين فيه، أنا ما صدق طول هالسنين اللي يشتغلها مع أبوي ما عنده عمارات وخير في مصر. هاي إذا ما عنده عشرة فدان وخير. بتم تتكلم وايد عن شركاتك وعن يحيى وموضوعنا يا راشد. يا أخي أنا قلت لك حطيت له فلوس. شوف حطيت له 200,000، أكثر من المبلغ اللي وعدتك به. واليوم اللي بتطلع من هني الشركات كلها تحت أمرك وشغلك محفوظ. مشغول. حتى ما عندك وقت تقعد مع امك؟ وانت ما عندك وقت حق عبود. الله يعلم ايش قد احبه. بس شو اسوي؟ مرتك. ايه؟ طلع العيوب في مرتي. اسمعني عاد يا سيف. قلت لك وراي شغل. زين. قطنا على طريقك بيت اختك. بعد ما تبيك توصلني أسيف؟ أنا زهقان وتعبان وأنتو كل يوم مشكلة. لو تحبينا مثل ما تحبين نادية كان أنا ارتحت. ما برتاح كلش بس على الأقل برتاح شوي. يعني أنا اللي أعيل عليها يا أسيف؟ ما أدري بس ليش ما تحبينا مثل ما تحبين بنتك؟ شو أقول لك هذا؟ خلاص انت قول لي شلون اعاملها وانا بعاملها. يما انا ضايقت بالدنيا، ما اعرف شابي ولا شو اسوي، ما اعرف الصح من الغلط. حاسس اني بروحي في هالدنيا. يا ولدي انت اللي مبتعد عني وعن خواتك. يا يما احنا نحبك وما. الو. هلا اسوم. رايح الشغل. لا يبا من معاي؟ صوت؟ هاي صوت الراديو. إذا أنا تهيأ لي بعد سامر تهيأ له. حتى امي تتصرف بعصبيه، هي متضايقه منه. يا ساره انا اكلمك عن ابوي،
ما ادري ايش في علي، حتى في الشغل ما قدرت اركز اليوم. قول لي، قدمت اوراقك للجامعه؟ اكلمك في موضوع، تكلميني في موضوع ثاني. يعني ايش تبيني اقول لك يا سعد؟ هو مضغوط ومضطر انه يشتغل مع واحد اخذ منه كل شيء، زين منه متماسك الحين. بس ليش انا احس انه معاي انا بالذات متغير؟ معنا كلنا، حتى ما قام يقعد مع امي او حتى يكلمها مثل قبل. ايش دراج؟ اذا انا اللي قاعده 24 ساعه بهالبيت ما ادري عيل من بيدري. صحيح، انت ما عندك صديقات، ما تشوفك تزورين احد ولا احد يزورك. يا هند، احنا مقصرين في حق ندى. انت من متى علمك بها؟ من زمان يما، وذا التقصير اكون اسويد انا مقصر بحقهم اولهم انت. لا يا بنيتي لا، اذا علي انا يما لا تين، ترى البيت يضيق الصدر واسوم متحلفه فيك. اسوم؟ اسوم شنو يا اسوم؟ اسوم ما همتني ولا طرت على بالي، انا ما ابي اي هناك عشان ما ابي اصطدم براشد. ما تصدقيني يما، انا مصحى ودي علي ماني قادره اغفر له غدره لنا. وانا اللي كنت ناويه لابوك الله يرحمه ويغمد روحه الجنه كاتب البيت باسمي اني ما ظلمه ويكون له مثل مالكم. حتى تركي خذلنا يمه، قال لي ندور على مصلحته، بس انا وزوجي اللي ما احنا قادرين ناخذ منه شيء. وتركي يا بنيتي ما في يدي شيء، ما ادري ايش فينا، حاطين ايدنا على خدنا وساكتين، ما احنا قادرين ناخذ منه موقف. ليش؟ الاسباب كتير، اولها ويمكن اهمها ان انا على كفالته، ولو مراتي اتخذت اي اجراء ضده ممكن يلفق لي تهمه يسويها. ما علينا، تفضل ادي البطاقه. استسمح لي من المدام، كل شوي واخذت بطاقتها. يا ابن الحلال، ابركها من ساعه انك تشتري لها عقارات، بس على الله نستفيد من الربح. انا بهزر معاك، المفروض اعطيها ربح، بس انا لو عندي السيوله كان اشتغلت على اكبر، وانت اذا عندك مبلغ هاته شغله لك. انا لو كان عندي كنت اشتريت اسهم باسم المدام، ربحها مضمون. والاراضي بعد، في مثل يقول العقار يمرض بس ما يموت. ايوه، بس الحكايه دي عاوزه واحد عنده فلوس مش محتاج لها، يعني يشتري وينسى، وانا لو نسيت المسؤوليات تفكرني. بس طحت على ارضين في الوكره، الواحده ب70,000، ومتامل فيهم خير، وطبعا بفلوس الست اللي بتشتغل مع مراتك. ودي اعوضها على المقلب اللي سوتها فيها زوجتي. بس اشرب شايك احسن، اشرب شايك. الزبونة وصلت. قالوا لي خالتك تمكيج، ما صدقت، حجزت باسم رفيجتي علشان اتاكد بنفسي. بصراحة انا عندي وحدة تحط لي احلى مكياج، بس قلت فرصة أتكلم مع خالتي اللي مقاطعتني موانعة بنتها تزورني. يلا يا خالتي، أعطيني سبب قوي يقنعني، ولا علشان قلت لها بعرفك على صديقاتي خلاص ارتكب بحقها وبحقكم جريمة. يا أخي مشغول، حتى تلفوناتي ما ترد عليه، إيش دعوة يا خالي؟ بتسألني شلونك بقول لك بخير وأنا مو بخير،
بتسألني بتقول ليش ما تزورنا؟ بقولك ما أقدر وأنا ما أشتهي. ليش عاد؟ شو اللي غيرك علينا؟ شنو ليش؟ أنت بنفسك تغيرت. للأحسن الحمد لله. وأنا بدون فخر للأسوأ. زين؟ تشفيك اليوم؟ متسبب؟ يا ريت أعرف. فجأة لقيت نفسي من غير أبو، ما أحتكم على شيء، وأنا بنفسي بصير أبو للمرة الثانية. أفهمت. ما عرفت أرد عليها. تصدق حسيت بالذنب تجاهها. مسكينة كم مرة جاتنا البيت وعاملناها برود، ومع هذا ما كانت لئيمة وقطعت. تعنت وياتني عشان تعاتبني. أنا ما أدري ليش نعاملها كذي. هي مسكينة ما لها ذنب، ظروفها صعبة. يحيى أنا قاعد أكلمك، رد علي بكلمة. خلاص مشاكلنا خلصت وفضينا المشاكل الآخرين. هذه بنت أختي يا يحيى، مية آخرين. بعدين اللي قاعد نقوله مو مشاكل، سوالف عادية. تصبح على خير يحيى. أنا ما تعودت منك هالإهمال. من فضلك أنا عاوز أنام، ممكن؟ وأنتِ ليش محتارة؟ يا أسماء أنتِ اللي بتتعبين. وبعدين عبود محتاج العناية. خدامته قايمة فيه. والثاني منو بيقوم فيه؟ ايه قولي انك خايفة ان العيوز تنشغل عن اللي بتجيبينه عقب ما يبان اللي في بطني. يا اسماء عيب، هذه ام ريلك، لا تحش ولا تنش. وانت الله يهداك كل يوم تناشبتي معاه. حددي موقفك، انت يا قلبك علي ولا تدافعين عن حقوق العيوز؟ كسرة خاطري، كل يوم انت تصيحينها. يا سلام، وما كسرت خاطرش لما ريلك خذا هالبيت اللي كان بينكتب باسمها؟ قلت لك لا تتكلمين معاي بهالموضوع. عيل قلبي الباب، ولا تسوين روحك حقانية في الأشياء التافهة. انت عازمني عشان تقول لي هالكلمتين؟ صدقيني يا عايشه بيلعبون فيك الدلالوه، ربعي وانا اخبر بهم. وانت تتجسس علي من وراي؟ بلا هالكلمه الكبيره. تتعرفين ان انا اعرفهم كلهم، ولما شفت مخطط ارضي عندهم واللي هو باسمك استغربت انك ما جبتي لي سيره. ومثل ما انت شايفه انا لا عصبت ولا غلط، وقلت نروح نتكلم في مكان هادئ ونتفق. وهذا انت تبيع وتشتري من وراي وما ادري من باسمه، ومع ذلك ما عصبت ولا غلطت. يعني انت الحين تشوفين ان مقارنتك هذه عادله؟ اذا تشوفها غير اشرح لي. شوفي يا عايشه، اذا تبينا نستمر مع بعض ردي لي كل حلالي، ولا كل واحد فينا يروح في طريقه. قاعدة أتحاشى عاشة كثر ما أقدر، وكل ما صح ولدي هاوشتني. وأخوك ما يقول لها شيء؟ أخوي المرض وقلت الفلوس هدوه. سعد أول ما عرف إنك هنا ساب شغله وجه قري علشان يشوف يحيى الصغير. إخواني وايد تعلقوا فيه، حتى أنتي ما قمتي تزورينا مثل قبل. ما عندي حد يوديني ويجيبني، وبصراحة أنا مفكرة أتعلم السواقة، وأول ما أتعلم استعمل سيارة تركي. اي صج السيارة صار لها اشهر بالقراج، على الله تشتغل. من قال؟ راشد خداها وعطاها حق المهندس اللي في الشركة يستعملها. وافقتي؟ ما اخذ رايي يا ماما، ولما سألت عنها قال لي سيف عطاها واحد عشان يستعملها، بس انا عندي مفتاح للسبير، اول ما اتعلم السواقة بروح اخذها.
زين عيوني. ايه نلتقي على الموعد. هديت عمرك انا. وانا بعد. وانتي الواحد ما يقدر يقول لك كلمتين على بعض؟ يرن واحد وتسكرين من الثاني؟ هل كثرتي تلفونات؟ يعني تبين اطنش ناس من وراهم فايده علشان اسمع شكاوي ما منها فايده؟ ندوي انا امك تكلمي معاي عدل. وبعدين اي فايده اللي تكلمين عنها؟ انت عندك تجاره؟ العلاقات العامه افضل تجاره. تعالي صج، انت جبتي خدامه ثانيه؟ والثالثه بالطريج، بجيب طباخه. اي بس من وين؟ وشلون؟ اوه ما قلت لك، مريت خالتي مسكينه تكسر الخاطر، تشتغل اجيره وبالقطعه. خلينا من خالتك وجاوبيني. وانا مو كل مره قاعده اقول لك. مو انت ما تقولين شيء دش الراس. يو نسيت. رفيشتي طرشت لي ساعة بمناسبة البالنتاين دي، عاد أنا توني فاتحتها وشكلها غالي وما بتغلى عليك. يلا هات الولد وقوم روح شغلك وما تنساش تاخد اوراق ناديه معك. كلمتي ابوي؟ اكلمه في ايه بس؟ انت وعدتيني بتجسين النبض. النبض ايه وكلام فارغ ايه يا سعد؟ انت شايف ان ده وقت مناسب؟ ليش مو بمناسب؟ وضعنا وكل ماله يتحسن، ثم أنا ما قلت بتزوج الحين، مجرد خطوبة صعبة دي يا حقة. وفجأة طلعوا هالصديقات على كيفك فجأة؟ يما من الحسد. لا تعرفهم من زمان، بس أبوها أول ما كان يخليها تروح ولا تيجي، هذا الحين ردت لهم يموتون فيها. بنتي دمها خفيف وقعدتها ما تنمل. تصوري تعرفت على الوحدة في لندن عندها قصر في سويسرا، قالت لها ضروري إجازة الربيع لازم تجيلي، وبتطرش لها تذكرة درجة أولى ومصروف جيب وكل شيء تاخذني معاها. وزوجك كمان؟ وزوجي سالفته كلهم بنات. زوجي صاير لغز، لو عندي ذكاء ندى كان حليته من زمان. سرعت وايد يا اخوي. لو ما تكلمت كنت بنفجر يا ناديه. وارتحت الحين؟ لا. هذا اللي اقصده. لا تظن مجرد الظن ان عايشه ممكن تتنازل عن البيت هذا والاراضي عشان تحتفظ بك. بس هذه حلالي. صار حلالها. يا ناديه ابي اشتغل، ابي اتحرك، ابي يكون عندنا شيء. ام فوده الدلالوه بفلوسي، وانا مقيد، ما عندي الا كم ارض وما هو بلي. مو انت الله يهداك قلت بتاخذها بالسياسه، مو بالصراحه. قلت وقلت وقلت بس ما اعرف، ما تعودت، ما اعرف شلون اكون سياسي مثل ما تقولون. خلاص خلاص يا اخوي لا تعصب، هدي نفسك، اكيد بنلاقي حل. ما اتفقناش على المبلغ ده. عاد لا تصير طماع، هذه أول غيث مثل ما يقولون. 10,000 غير راتبك نعمة. أيوة بس أنا نسبتي 50,000 يا راشد. كم مرة أقول لك قول يا أستاذ راشد؟ إحنا في الشركة مو في البيت. يا أستاذ راشد أنا تعبت وشقيت لغاية ما جبت الصفقة دي، ما تفتكرش إنها جت بالساهل. ليش أنت دافع شيء من جيبك؟ انت معتبر الشغل فلوس وبس، نسيت المجهود الكبير اللي انا عملته. ايش هالاسلوب اللي تكلمني فيه؟ اعمل لك ايه؟
انت وعدتني بنسبة عن كل صفقة انا اجيبها، دلوقتي مش عاوز تنفذ وعدك. خلاص جيب انت الصفقات وانا انفذها. يا راشد. يا استاذ راشد. يا راشد. معلش يا ابو نسر. يا راشد. صدقني سات ما عندنا وظائف شاغرة. كل يوم يجيني مدير الشؤون القانونية يشتكيني من التكدس. كل ما جاني احد وظفته. وما استفيد ولا الشركات تستفيد من نص الموظفين اللي وظفتهم مجاملة. عارف يا استاذ غازي. بس انا حبيت احاول. ما ابي اشرح لك ظروفها لان كل واحد يبي يشتغل اكيد عنده ظروف. طيب اسمع. انا ما ابي اردك. راح نقبلها كمتدربة في السكرتارية. راح نعطيها اجر مقطوع. اذا اثبتت انها جيدة. ووقتها لكل حادث حديث. نعم. الحين جاي الفندق. ربع ساعة. تمام. صباح الخير استاذ. صباح النور. ليش ما ترد على التليفون؟ امي تبيك. يا اخي انا مشغول. بوصل استاذ غازي الاوتيل. بسيارتك؟ لا. بسيارته يا فالح. يا بختك. انا حاجيك وانت طالع هناك. اثقل عاد. الحمد لله والشكر. تفضل يا خالتي. مشكورة يا بنيتي. تفضل راشد. قهرني. بعض شدي. يكلمني الند بالند كانه راعي شركه وانا موظف عنده. وليش ما تفنشه؟ شو اللي جابرك؟ هذه ري اخته وما حد قام بحلال ابوه غيره. شلون يفنشه؟ وافري هالكلمتين حق نفسك. لو عليه ولا على ابوي كان من زمان فلسنا. يا راشد اذا انت تشتكي منه ايش لا تستحمله؟ شو اللي جابرك؟ يمكن وفاه لذكرى الوالد، أو يمكن عشان صارت بيننا صلة قرابة غصبا عني. واقع ومجبور لازم أتقبله. إي بس ما يسوى تجامل على حساب صحتك. وكل يوم ترد البيت معصب. وين خالتي؟ بروح أحط الغداء. نعم. عشان خاطري خليك طيب معاها. وانا ايش قلت لها؟ ترد عليها ما ادري شلون. انا خايفه تنفذ اللي براسها وتروح عند احد من بناتها، واذا راحت البيت يضيع. شفيك الإشارة حمراء. صاير لكم الكل متأزم. مرينا بظروف أصعب من كذي بس ما كنتوا كذي.
ويحيى يا ناديه. بخلي عند خالتي ام راشد، انت لا تشيل همنا، ان شاء الله تتدبر. المهم ما في اخبار جديده؟ كل ما جات مناسبه يقولون بيجيكم عفو، هذا احنا ننطر. الله كريم. ان شاء الله. ناديه، بكره تروحين وتسحبين المبلغ اللي في دفتر يحيى وتعطيني حق فهد، قولي لي شغله، واللي بيربحها لكم وله. اسحب المبلغ كله؟ اي، ما في ارض اقل من 200. زين لو طلعت انت، انا اقول نصه كفايه. يا ناديه، فهد شاطر، وبدال ما هالمبلغ مجمد وانتم بحاجته، خلي شغله في السوق والخير يعم ان شاء الله. لا تزعلين مني، هالأيام أنا كلها معصب. مو بس هالأيام يا راشد، أنا حاسة إن ماني مكاني هنا. طالعة من هالبيت ما في. أنت الخير والبركة، ولدي ما راح يربى إلا على يدك. دشي يا خالتي، لا بحد غريب، ابوي ومرت ابوي وعيالهم، اقصد اخواني. خلاص انا بمر عليكم، مع السلامه. حي الله من يانا. الله يحييك يا بنتي. اي خاله هذه يبا؟ وانا ما عندي غير وحده يبا. أنا أقول يا بنتي عن حج الناس، خلي علاوي يقعد معاك هنا. أنا ما عندي مانع يبا، بس مثل ما أنت شايف البيت فيه 3 خدامات، باكر لو تورط من رفيجة. أقول يبا، ما عندك سيارات تبي تدخل من ورا؟ ترى عندي واسطة. كفايه انكم شميتوا هوا. اي هوا يا جدتي، الوالده معصبه وعصبت زياده لما شافت سياره ابوها صافت عند الباب. هي ما توقعت انه يزورها. وانا بعد ما توقعت ان زيارتها القصيره لك تخليك تتحمسين وتاخذيني معك نزورها وبدون موعد. اي موعد؟ موعد اكيد بتكون بالبيت، وين بتروح؟ سعد وينه؟ في اوضته. اي مش امه، وهو اللي قال لي اقول لهم. الله يستر يدتي. خلاص صارت يدتك اقرب مني لك، صارت مستودع اسرارك وحنا لغيتنا. يا يما ايش هالكلام، انا ما اشوفكم، واذا قعدتوا معانا تقعدون كأنكم مجبورين. ما تشجعون الواحد يفتح معاكم اي موضوع؟ وانت تعتقد ان الموضوع اللي كنت بتفتحه وما فتحته يستحق النقاش؟ يما لهالدرجة سعادتي ما تهمك؟ سعادتك انك تخطب وانت موظف على قد حالك، ووضعك ووضعنا كله مو مستقر؟ يما بالهداوة ارجوك. ايش هداوته؟ لما شلت المسؤولية شوية معانا تمللت وتبي تشيل يدينك وتخطط للزواج؟ فكرت في مهرها؟ فكرت في البيت اللي بتحطها فيه؟ ولا سيفو صار بالنسبة لك قدوة وتبي تقلده؟ وياي فرحانة تبشريني؟ أكيد حسابها صح وقال قعدتها أحسن، تصرف على البيت وتطبخ وتمير البيت كل ما فضى، وباكر تربي ولدي. بعد ايش يبون اكثر من كذي؟ اللي مثلي يا بنيتي ترضى باي شيء ويفرحها اي شيء.
شنو اللي مثلك يمه؟ المنة عليه انك قاعده عنده. وانا لقيت مكان ثاني يلمني وقلت له تبين تين عندي تعالي. كثر الله خيرك يا بنيتي، لو تبيني صج كان قلتي من نفسك وما نطرتيني اقول. يا الله، لو تاخذون الامور بس ببساطه، ليش تعقدون الامور؟ يعني انت غريبه ولا من بعد البيت؟ انا مستحمله الغريبه ما بستحمل امي. يعني لين متى بتتم عاقب نفسك ومعتصم في الحوش؟ لاني معاقب نفسي ولاني معتصم، بس كلام امي حسسني بالذنب، حسسني اني اناني. امي صايره تبالغ. لا امي صح، هذا خالي عقد حياته اكثر ما هي معقده، وانا افكر ادرس، ويا عالم عقب ما اخلص الاقي شغل يفتح بيت ولا لا. يوم انك تعرف هالشيء ايش لا تسبل عيونك حق بنت الناس تواعدها بالزواج؟ يا اخي قول كلام عدل، وشو اسبل عيوني؟ استلطفتها واستلطفتني، والحب ما له منطق. ما ادري ايش اقول لك. تفتكر لان ابوي درب هالشيء تغيرت معاملته لي؟ بعد ما ادري، وانا بعد ما ادري ايش اسوي. اقول لها خلاص، ولو قلت لها برتاح. ما اظن. كنت اسي علي قوي يا هند. ادري. ليش ما نعقد اجتماع مثل قبل ونتكلم بصراحه؟ ابوك يا ساره ما عاد يطيق مني كلمه. اي وتحطين الحره فينا ساره. خلاص اسفين. كل يوم اقول يوم جديد وتنحل المشكله ولا تغير شيء. خلي ايمانك بالله كبير، الحمد لله على الصحه. شوفي بقى دي تساوي كام. اي والله يا جدتي انتي صادقه، احنا احسن غيرنا بوايد. اي الحمد لله، الحمد لله على كل حال. بس انه يفكر يتزوج الحين مو وقته، وانه نسكت على راشد ما يصير، وانه زوج اختي ومباركة زوجي يشتري باسمي الوحدة غريبة من ورا ظهر اختي هم ما يصير. أنا آسفة أستاذ فهد إني عم بحرجك، وأي شي بتقول عليه رح نفذه. ودي هاللقاءات تكون عندي في البيت وبعلم زوجتي. ما عندي مانع. أكره إني أكذب، بس في هالحالة مضطر. قولي لها إنك مفكرة تعطيني فلوسك عشان أشغلها. طيب وإذا شافت تاريخ الشراء؟ الأوراق محتفظ فيهم برا البيت. المهم نصحح الوضع. أنا ما بيطلع علي كلام ولا يطلع عليك كلام. أنا أسفة مرة تانية أستاذ فهد. يا بنت الحلال ما صار شيء. أنا حبيت أعوضك الخسارة بالربح اللي كنت متأملته من وراء هالأسهم اللي راحت عليك. وأنا متأملة إنه رب العالمين يكرمني عن طريقك. معقولة؟ شلون ينسحب المبلغ؟ قدامك الدفتر فيه 200,000 ريال. صحيح، بس حتى لو فيه ما تقدرين تسحبين منه، لأن الوصي فقط هو اللي يسحب. عفوا، ما فهمت شيء. الوصي هو راشد سالم عمه، طلع بدل فاقد الدفتر وسحب المبلغ كله وقفل حساب التوفير. ايش اقول له يا فهد؟ ايش اقول له؟ تبيني اقهره واقول له ان اخوك استقفلك للمره الثانيه وحط 200,000 باسم ولدك ورجع سحبها؟ ما كان لازم يعقد معاه اتفاقات ويظلم اخوانه. الحين تركي صار في نظرك الظالم؟ هو اللي كان مفكر يعطيك الفلوس تشغلها وتربح من وراها؟ مقدر له تفكيره فيني، بس الصح صح والغلط غلط. يعني هو صدق ان واحد خذ كل شيء بدون حق بيتنازل له بكل بساطه عن 200,000 مره واحده؟
200 ألف ولا شيء بالنسبة اللي خذاه. حسبي الله ونعم الوكيل. كان الأجدر به لو أنه وقف مع أخوانه ورفعوا دعوة، بدل ما هو قاعد يدور على حلول سهلة مع واحد ما هو بسهل. ما تقصرني يا ندى. زين دشي شوي الحين ابوك بي. لا مستعيله، بس يا ريت اذا بغيتوا شيء تتصلون فيني وانا اجيكم، مو بتفاجئوني. انا متصله فيك قبل لاني قبلها بنص ساعه، واضطريت الغي عده مواعيد. افضل ان انا اللي ازوركم، واي شيء تحتاجينه انا مو مقصره. ما تقصرين يا ندى، والله وبين فيك المعروف، وابوك لا شيلين همه. انا من كلامي عنك صار واثق فيك. لازم يثق، عنده كل اسماء رفيجاتي وراح سأل عنهم وعرف منها صادق. ايش يبي بعد؟ ايه بس ما عرف نوع الصداقة. انت تحبين مرتبوك؟ لا اكرهه، ما ادانية، بس مضطرة اجاملها لان ابوي خاتم في صباحها. دامنك ما تسوين شيء غلط، ايش حقه خايفة؟ ومن قالك اني انا خايفة؟ بس الناس ما تخلي حد في حاله، والحسد ذابحهم، والمثل يقول داري على شمعتك تقيد. وكم شمعة عندك لحد الآن؟ والله قوية. احس ان يدتش تتصوخنا. ما في عندنا شيء نخشه. اكيد. بس الواحد ما يقدر ياخذ راحته ويتكلم بحرية طالما في طرف ثالث ما له علاقة في الجلسة. ندى ممكن أسألك سؤال؟ اعتبريه مجرد استفسار. سألي بدون مقدمات، احنا خوات. لو صديقاتك تمللوا منك أو لقوا غيرك شلون بتعيشين؟ ما يقدرون، ما يقدرون يستغنون عني. وحتى لو استغنوا في غيرهم وايد من كل مكان. هذا الشغل ليك ولا حق اللي ما ينذكر؟ لا لي أنا. الله الله يبشرك بالخير. ممكن أعرف التفاصيل؟ من فضلك يا هند أنا مش عارف أركز. لو سمحت. خمسمائة ريال؟ أخ عورني بطني. إيش دعوة؟ ما أكلنا شيء. أنت ادفع ادفع الحين، لا تفشلنا. إيش فيك ما ترسي الراقي؟ وشلون نكمل الشهر؟ ادفع الحين وحط بقشيش بعد. لو يموت ما عطى ريال. ول ليش يسوون فيني كذي؟ انت ايش فيك؟ ايش فيك سيوف؟ ما تدفع على هالاكل الحلو والجو الحلو والخدمه الحلوه؟ اي جو واي خدمه؟ اسوم انت ما تفكرين كل يوم توديني مكان وما هي 10 الشهر اللي احنا مفلسين. يه خلنا نستانس، ايش في هالدنيا؟ فيها 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 ان هذه اخر 500 في مخباي، وفيها ناس ما يفكرون عدل. صار له شهور يدفع لك 6000 وانت ساكت، مع انه هو محتاجك مو بنت. ما في داعي تنام في الصالة وتبين حق اختك ان بيننا شيء. يهمك اختي تاخذ فكره؟
وما يهمك رايلك؟ انت اللي صاير تتجنبني. اخاف اسمع منك رد يجرحني اكثر مما انا مجروح. هذا اللي ناخذه من صداقة هاليحيى، الكلام الكبير واللي ما له معنى. كأني ما سمعت جملتك الأخيرة، بعتبر نفسي ما سمعتها. لا يا حبيبي، اعتبر نفسك سمعتها، وأنا فعلاً أعنيها. أصلاً يحيى هذا لو ذكي كان ما رد يشتغل موظف بسيط عند أخوي. وش دخل يحيى في اقتراحي؟ هو اللي كوكك، يبيني أبيع كل شيء عشان يشغل شركة زوجته؟ هو يكسب زوجته وأنت تخسر زوجتك؟ من قال لك إنه لا دخل؟ ومن متى أنا أعطي غيري فلوسي عشان يشتغل لي؟ لهالدرجة شايفتني ساذج وما أفهم شيء؟ أنا ما طلع ساذج غير مرتين في حياتي، مرتين بس، وما يحتاج أذكرهم. أحتاجك، أحتاجك في شنو؟ معاشي قلت بالزيدة وبتحط لي فلوس في البنك، ما شفنا شيء. لحظة بس أفهم، من قص عليك وقال لك إني أنا أحتاج لك؟ أكيد بتحتاج لي، أنا مو بأخوك الصغير، والمثل يقول الأخو الكبير يحتاج حق الأخو الصغير، وفي مثل يقول الأخ الصغير لا يقط الكلفة بينه وبين أخوه الكبير. شنو ناقصك أنت؟ ماكل شارب ماشي يدك في الطوفة وتاخذ معاه السنير. يعني أخي راشد أنا أبي يعني بعد ما يصير كذي؟ وشنو اللي ما يصير؟ يعني ما يصير أنت مقصر عني، هذا أنا أشتغل الشغلة اليهد ما أشوف منك شيء. طيب روح قول حق اللي دازتك هالحزة إني أنا عندي اقتراح وخذ رايحة، بريحك وبريح. عفوا؟ يكلمني كأني أشتغل عنده، حتى كلمة شكرا مصخ يقولها لي؟ يما ما تعود أن سمعت تشكين على الوالد، وأنا ما تعود منها المعاملة، خسارتنا وحدة، ومع هذا مشين النفس علي، قاعد أحاول أساعد بكل اللي أقدر عليه، صايرة موظفة وأم وخدامة ومربية وزوجة، ومع هذا مو عاجبة. عصابك يما، ما عاد فيني أعصاب خلاص. أنا الظهر من كثر ما نزلت نفسي نسى من أهو ومن هي أنا. ليه الصدق نادر وليه الكذب ظاهر وليه الوفا غايب وسيف الغدر